على بركة الله نفتح الجلسة. ملف رقم 4 12 أكتوبر 2012. الماثل في قفص الاتهام هذا اليوم هو نادي قضاة المغرب، يمثله وينوب عنه سي أنس أيت بن قدور بصفته عضو المكتب التنفيذي المكلف بالتواصل والإعلام. سيد القاضي، شكرا على الاستجابة للدعوة أو الاستدعاء بلغة قفص الاتهام. شكرا لكم. عادة كنتي كتحكم على عباد الله اللي كيمثلوا في قفص الاتهام، اليوم غادي نقلبوا الايه وغادي تكون ماثل في قفص الاتهام، ما كاين مشكل. مرحبا. جرب شويه اش كيحسوا الناس ملي كتكونوا كتخنزروا فيهم نتوما يا الساده القضاة. بعدا ماشي مشكل الا حكمنا القضاء ياك. بطبيعه الحال ماشي جنحه ولا جنايه ولا شي حاجه. نعم. ماشي شي جنحه ولا جنايه ولا الاساءه ولا شي حاجه. لا لا ما كان حتى مشكل. المهم الا درنا شي حاجه ماشي هي هذيك نبهني دير لي بحال هكا كوكو باش نحضي راسي. مختار الغزيوي كما العاده في دور النيابه العامه. مرحبا. مرحبا، مشيتي بعيد سيد القاضي. اليوم الله يكون الله يدير الخير. المهم اما نشوفوا الجمعه الجايه ولا ما غنتشوفوش. الله يخرج هذا السربيس على خير. سي انس بن او انس ايت بن قدور، من شروط المثول في قفص الاتهام ثلاثه ديال اللاءات. اولا لا لرفض الجواب، ثانيا لا لطلب الشهود او الدفاع، وثالثا لا للغه الخشب. متفقين؟ متفقين. اقسم ان اقول الحق ولا شيء غير الحق. اقسم ان اقول الحق ولا شيء غير الحق. نفتحوا المحضر ونبداو بالتحقق من الهويه. انس ايت بن قدور بن محمد وبن محمد بن ثريا بنت مولاي احمد. شحال في عمرك السي سيد القاضي؟ نقول لك السي انس باش عاوتاني. 32 سنه. نعم. باقي صغير. فين تزاديتي السي؟ في مراكش. في مدينه مراكش. وفين ساكن دابا؟ ساكن في اكادير. في اكادير. نقول لك واخا المهنه شنو هي؟ قاضي. قاضي شحال كتخلص؟ 9000 درهم. 9000 درهم. قاضي لاباس عليه ولا ماشي لاباس عليه؟ نعم. 9000 درهم شي حاجه لاباس عليك ولا ما لاباسش عليك؟ ايوا على ضوء الالتزامات اللي ملقات على كاهله راه تنحس براسي فقير. كتحس براسك فقير. نادي قضاة المغرب شنو هو هادشي؟ يعني نادي قضاة المغرب هو جمعيه مهنيه مؤسسه في اطار ظاهره 1958 وخصوصا مقتضيات الماده 11 من الدستور الجديد التي اعطت الحق للقضاة في تاسيس جمعيات مهنيه. يعني وأهدافها هي بالأساس، أول هدف هو الدفاع عن حقوق وحرية المواطنين والدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها ورفع مستوى أداء القضاة لمهامهم القضائية، وأيضا إذكاء روح التضامن وإخاء في صفوف القضاة وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة. يعني هذه أبرز الأهداف. يعني أنتم واش جمعية للأعمال الاجتماعية ولا نقابة ولا كلوب شنو بالضبط؟ نادي قضاة يعني المغرب. يعني الجمعية المهنية هو مفهوم يعني جديد على التشريع المغربي بموجب الدستور الجديد، يعني هو مفهوم لا زال لم يحدد ولم ينضبط بموجب قواعد قانونية واضحة، ولكن يعني المفهوم هو ليس هو مقتبس من قبل تشريعات بالدرجة الأولى غربية، وبالتالي نستقي يعني المفهوم من حتى يعني ما يتعلق بالمفهوم من هاد الممارسات ديال الدول الاخرى الاكثر ديمقراطيه. شكون مول الفكره ديال نادي قضاة المغرب؟ غتنزلت عليكم؟ يعني الفكره جات من قبل اللجنه التاسيسيه، يعني من قبل اللجنه التحضيريه. كان يعني الارهاصات الاولى يعني كانت هي رغبه وكان طموح يعني في ظل ما قبل الدستور، ولكن الفكره وجدت لها اطارا قانونيا مشروعا، وبالتالي كان استجابه من قبل مجموعه القضاة المملكه، والتسميه كانت من قبل اللجنه التحضيريه للنادي. وشحال نتوما في هذا النادي؟ يعني احنا الان عندنا 2600 انخراط. يعني 2600 قاضي. 2600 قاضي. وشحال كاين من قاضي في المغرب؟ 3700. ولكن انا شفت في الموقع الالكتروني ديالكم المنخرطين فين خدامين؟ ظهر لي الناظور، انزكان، العريش، طاطا، طنطان، قلمين، تيزنيت. فين الدار البيضاء؟ فين الرباط؟ في القنيطره؟ لا يعني بالنسبه للخراطات حنا نغطي جميع الدوائر ديال المملكه. يعني لدينا مكاتب جهويه على جميع مستويات على جميع الدوائر الاستئنافيه للمغرب. يعني جميع يعني بلغه واضحه يعني جميع مناطق المغرب وجميع محاكم المغرب. لدينا منخرطين يعني تقول 2600 قاضي منتشره في مجال ترابي للمملكه برمته. 2600 قاضي
سمعت واحد التصريح هادي في الايام الاخيره ديال السيد وزير العدل السي مصطفى الرميد او المصطفى الرميد بعد شي وقفه ديالكم، قال ماشي كلشي اللي شارك في الوقفه قاضي نزيه، وماشي كلشي اللي غاب عن الوقفه قاضي غير نزيه. خلطوها يا القدر. الحق اللي كنظن انه خلطه هو السيد وزير العدل، على اعتبار ان هذا التصريح يعني احنا في الحقيقه اثار حفيظتنا بشكل كبير، على اعتبار ان اتهام فئه من غير تحديدها من قبل في الحاضرين والغائبين هو اتهام مجموعه قضاة المملكه، يعني بكل وضوح ملي كتهم جهه معينه او فئه معينه دون تحديدها عينا يعني انك تتهم الجميع. يعني نحن تحت النزهاء اذا على فرض الطرح السيد وزير الشعور ديال النزهاء الحاضرين، هذا على فرض الطرح اللي قالوا السيد وزير انك تتهم الجميع، نقدح في جميع الحاضرين، وهذا يعني تصريح تنعطى لو بيني وبينك قبول. بيني وبينك والجميع القضاة اللي كانوا في هذه الوقفة أو القضاة 2600 من 3700 اللي في نادي قضاة المغرب واش نزهاء 100%؟ يعني على مستوى من حيث الحاضرين، احنا من حيث الحاضرين انا اجد نفسي في محاكمه وبالتالي اعتمد قواعد المحاكمه العادله. انت دابا غتعاقبني وصعيب باش نديروها بك. يعني الاصل هو البراءه، وعلى من اي ادانه معينه او اي فساد معين اثبات ذلك. هذا فيما يتعلق بالحاضرين، انه من الصعب جدا ان تتهم اشخاص بهذا الشكل هذا، انما ممكن نتحدثوا بكل اريحيه على الفساد داخل المؤسسه القضائيه. نحن لا ننفي الفساد داخل المؤسسه القضائيه، ولكن من غير الصحيح ومن غير السليم ان تتهم اشخاصا بذواتهم حاضرين، يعني انت تتهموا بهذا الصيغه، يعني تتهموا اشخاصا بذواتهم دون تحديدهم عينا. واخا السيد القاضي المتهم دابا، واش دابا عاد بان لكم بانه كاين الفساد داخل الجسم القضائي؟ فين كنتوا شحال هادي؟ يعني الحديث عن نادي قضاة المغرب، الحديث عن القضاة، يعني نادي قضاة المغرب منذ يعني تأسيسه يعني في 20 غشت 2011، يعني بالنسبة لنا احنا يعني مدة قصيرة، ولكن احنا مجرد تأسيسنا وضعنا الأسبوع على مجموعة يعني من اختلالات بما في ذلك فساد القضاء، وبالتالي دعينا لتخليق المؤسسة القضائية. يعني احنا لا نجد أي مركب نقص في الإقرار بأن هناك فساد داخل المؤسسة القضائية، وربما هذا القول هذا هو الذي يعني جر علينا مجموعه من 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 تضييقات، على اعتبار ان قبل ما نعطي الكلمه للنيابه العامه الى سمحتي كنقولوا الفساد، انت شاهد من اهلها، شنو هو هذا الفساد؟ الله يجازيك بالخير، اعطيني نقطه بنقطه باش الساده المستمعين والمتابعين لاطوار هذه المحاكمه يقولوا ها الفساد، ما نبقاوش نتكلموا على شي كلمه شبح، والنيابه العامه راه كتوجج لك، تفضل. يعني الفساد بمفهوم يعني راه يعني واضح، يعني اي مخالفه يعني الدور يعني المنطلق العام للقول بوجود الفساد هي يعني المؤسسه القضائيه مو كل واحد مجموعه تاع مهام وبالدرجه الاولى التطبيق السليم للقانون، اي حياد على التطبيق السليم للقانون تحت اي اعتبار كان هو يعد فسادا. هذا من المفهوم العام، ولكن المفهوم يعني الدارج او يقصد بالدرجه الاولى والمقصد او الذهنيه ترتبط بالدرجه الاولى بالرشوه واستغلال النفوذ. هذا بالنسبه يعني التوجهات العامه، يعني بالنسبه للراي العام كيف ينظر الفساد. حنا ننظر للفساد بمفهوم اكثر شموليه، اعتبر اي يعني انعدام الحياد لدى قاضي معين او سوء تطبيق القانون باي ذريعه كانت هو فساد. يعني عدم قيامك بالدور تاعك الموكل لك راه هو فساد. وهذا الرشوه واستغلال النفوذ كاين في القضاء المغربي ولا ما كايناش؟ لا، من الصعب جدا انكار هذا الواقع، الا انه يعني احنا هذا هو الاشكال ديال المغرب في جميع على مستوى التشخيص. يعني احنا المفروض ان تكون عندنا هذا مدعوه للحكومه ومدعوه لوزاره العدل على مستوى ان احنا اللي كنا بغينا نديروا معالجه وحلول موضوعيه عقلانيه، لابد لنا من ان يكون التشخيص بدايه عقلاني علمي اكاديمي. احنا نفتقد لرؤيه واضحه، يعني نعتمد واحد الرؤيه عاميه في القول بالفساد، في حين اننا احنا اليوم نصنف من قبل البنك الدولي من قبل الذين يعتمدون دراسات
علمية للتصنيف وتترتب على ضوء معطيات محددة. نفرض أن نكبى بداية على هذا التشخيص هذا حتى نتعامل مع واقع معلوم علمي. دابا بلا هذا الشيء ديال الدراسات العلمية الأكاديمية. هذه الدراسات العلمية الأكاديمية هي لغة الخشب. هي لغة الخشب. مرحبا. شوف دابا أنت كما قال السيد القاضي شهيدة أنتم زملاء دابا بجوج أنت قاضي والقاضي شهيدة أنا متهم. دابا أنت كتعرف المحكمة المغربية مزيان. نعم. واش عباد الله كاينة فيها الرشوة وسط القضاة؟ واش كتنخر الرشوة هذا القضاء المغربي ولا ما كتنخروش؟ هاكو ما تقوليش دراسة علمية أكاديمية عافاك. الرشوة كاينة هذه يعني ما كاينش نكروها، ولكن بالدرجة أنا ما أنا شخصيا يعني ماشي مسألة ديال لغة الخشب، هذا معطيات أنا أكو أنا شخصيا تنأمن بهذه المسألة هذه. يعني يستحيل علي أنني نقيم مؤسسة معينة بدون معايير موضوعية علمية. من الصعب من السهل جدا أن أقول أن القضاء فاسد، من السهل جدا، ولكن هذا التشخيص هذا خصنا نوقفوا عليه. يعني أنا ما كنقولش أنه ما فاسدش، كاين فساد فيه، يستحيل أننا نقف على درجات الفساد من غير تشخيص علمي. هذه يعني ماشي هذه مساله واضحه، ما الفساد راه كاين ويستحيل انه مجرد انعدام لان اللي كاين يقين اليوم هو انه كاين انعدام ثقه المواطنين تجاه المؤسسه القضائيه، وهذا انعدام ثقه يستحيل ان يكون من فراغ. هذا كمعطى تنحس به احنا كقضاة، حنا تنحاول نسترجع ثقه المواطنين. تفضل. سمعتي دابا هو جا الراجل اللي هو السي مصطفى رميد ولد الميدان ديال العداله. نعم. وبغى يصلح، جاب مشروع اصلاح حقيقي. نتصوروا نتوما شكون اللي محرك نادي القضاة بالتحديد؟ لا يعني انت انطلقت من المسلمه يعني انه اتى باصلاح صحيح. حنا لا نقول انه لم ياتي باصلاح صحيح، ولكن هناك عندنا تصورات حنا للاصلاح قد تكون مخالفه للنادي القضاة السيد رميد وزير العدل، ولكن احنا في نفس الوقت ما نضناش للسيد وزير العدل. احنا عندنا اطروحه دافعنا عليها، السيد وزير العدل هو اللي ناضلنا بهذا المعنى، باعتبار ان لم يقبل هذا الاختلاف الرؤى التي تصب في نفس الاتجاه اللي هو اصلاح المؤسسه القضائيه. غادي نمشيو من بعد ونفصلوا اكثر فيما يتعلق بالمشروع ديال اصلاح القضاء، ولكن نبقاو في الفساد. قلتي لي خاص شي حاجه اكاديميه علميه، انا غادي ندير واحد العمليه عكسيه، غادي نعطوه نموذج. انت قاضي. نعم. شحال الممارسه، شحال السنوات انت كتمارس؟ دابا تقريبا 10 سنوات. ما يقارب 10 سنوات انت قاضي ممتاز. تعرضت عليك شي نهار رشوه؟ تعرضت عليا في البدايات، انا بكل صراحه يعني تعرضت في البدايات، ولكن من بعد يعني ملي كتعرف السمعه ديالك وكتعرف الواقع ديالك. كيف تعرضت عليك؟ باش نعرفوا، باش حتى حنا نعيقوا بالقضاة. نعم. باش نعيقوا بهم كيفاش كياخذوا الرشوه الا كانوا كياخذوا الرشوه. راه قلت لك غنتشد هذا النهار الله يستر وصافي. المهم حق الالغام هذا النهار الله يحضر السلامه. كيف تعرضت عليك الرشوه؟ يعني تعرضت عليه في البدايه من قبل، يعني كتعرفوا ان كاين وسطاء، كاين تعرضت عليه من قبل المواطنين بصفه مباشره في البدايه، ولكن كتعرفوا انه يعني الناس اللي هما نقدر نعتبر كلمه احترافيه محترفين في هذا الباب يعني كوسطاء، يعني ما كيغامروش في هذا الباب هذا، يعني كيتسنى واحد تيبان هذاك القاضي اللي جا واش عنده استعداد واش ما عندوش استعداد. واش وباش كيعرفوا القاضي عنده استعداد ياخذ الرشوه ولا ما عندوش؟ ايوا هادي في الحقيقه ما غاديش، انا ماشي محترف في هذه المساله صوتها. انا ماشي محترف في هذا الباب هذا، انا تنستغرب نيت كيفاش يمكن يعرفوها. صعيبه شويه تعرف واحد كيف. ايوا يعني من في البدايات ممكن، ولكن يمكن انه القاضي ممكن انه يكون يطالب بها، ممكن ما نقدرش تصور الحالات العمليه. واش القاضي زعما انا كتجيني غريبه ممكن ياخذ رشوه في ملف يظلم المظلوم ويعطي الحق للظالم؟ شنو هذا؟ واش قاضي بصح؟ وهذا واقع الامر، لا يستحق ان يكون قاضيا، هذا الواقع الامر لا يستحق ان يكون حتى مواطنا. يعني هذا يعني هذا العجيب الذمه، هذه مساله مفروغ منها. حنا في نادي قضاة المغرب يعني هذا هو، حنا ضد هذه الممارسات بصفه واضحه. وحنا حاليا اللي ذكرتوا السيد وزير العدل او لاي مؤسسه، سواء المؤسسات الرسميه الحكوميه او المؤسسات المجتمع المدني، حنا نمد يدنا لمحاربه هذا الظاهره. يعني ليست كشعارات كما ادعى السيد وزير العدل. باش نحاربوا الظاهره شكون اللي خاص يحاربش؟ دابا القاضي خد الرشوه، الناس يعرفوا القاضي الفلاني في المحكمه الفلانيه دوروا معاه عطاو الفلوس باش اصدر الحكم التالي او الحكم الاتي. شكون اللي خاصو يتدخل وياخذ القرار في حق ذاك القاضي باش نعرفوا حتى هو متورط؟ يعني الساكت عن الحق شيطان اخرس. نشوفوا شكون هما الشياطين الخرس اللي عندنا. يعني ملي حنا كنقولوا ان القضاء يعني كنتحدثوا على فساد القضاء بشموليه، يعني انها تتحدثوا على ظاهره معينه، كنتحدثوا على ظاهره معينه الباب يعني المقاربة الزجرية البعدية كتبقى دائما في محاربة أي دائرة اجتماعية. يعني باب الدائرة الاجتماعية كتبقى غير مجدية، إنما لا بد منها. يعني كنقول لا بد منها، الجانب الزجري
لا بد منه، لا بد المحاسبه لا بد، ولكن كذلك وبدرجه مهمه، وهذه المقاربه اللي حنا كندفعوا فيها واللي كغائبه ربما على 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 على, على, على وزاره العدل، هي المقاربه القبليه، بمعنى المقاربه الوقائيه، معالجه اسباب الداء. يعني احنا مع الحساب ومع العقاب ومع مجموعه امور، يعني يستحيل علينا احنا اننا نسجلوا موقف في اتجاه ما عدا الضمانات. يعني الا وقفنا بالدفاع على قاضي تنقف في باب الضمانات، اما اذا كان هذا القاضي متورط فنحن يعني مع الزجر ديالو والزجر. ولكن اللي مهم هو ايضا المقاربه الوقائيه، هذه غائبه تماما على النيابه العامه. تكلم على الضمانات ونعطيك كلمه من بعد. الضمانات عجبتني، شنو الضمانات ديالكم نادي قضاة المغرب بان 2600 قاضي اللي منخرطين في الاطار ديالكم نزهاء، ما كيشدوش لي زونفلوب، ما كيبيعوش الدمام ديالهم، بقات 1100 هي اللي غنشكو فيها، نقولوا 2600 لا، ولا ما عندكم غار انتم؟ لا يعني ماشي المقاربه بهذه الزاويه، يعني اي تنظيم معين ايا كان هذا التنظيم يستحيل بالبات والمطلق ان تضبط المنتمين اليه بهذا التصنيف هذا، ايا كان التنظيم، سواء حزبي سواء نقابي سواء جمعوي ايا كان التنظيم، استحاله مطلقه ان تضع شروطا لعدم ولوج، يعني ناس فاسدين، ناس انتهازيين، ناس. ولكن هذا الامر هذا تيبان من خلال اذا كانت الاغلبيه او التوجه العام ديالو كيبان من خلال المواقف ديالو. حنا الذي يهمنا حاليا هي محاكمه يعني الاشخاص المنتمين او غير المنتمين، هذا ماشي هو هذا هو التصنيف، هذا هو ربما المغالطه او الخطا اللي وقع فيه السيد وزير العدل، بقدر ما حنا تنهضروا على المؤسسات. يعني ما يمكنش نحاكموا الاشخاص بهذا الاسلوب، لان تنحاسبوا المؤسسات. المواقف التي اخذها نادي قضاة المغرب وماذا تعكس؟ هذا هو المهم عندنا احنا. اما الاشخاص احنا ما كندعيوش انه يعني ما يمكنش لا نجرحوهم ولا نقولوا، وان كان الاصل هو البراءه، هو قرينه البراءه. بعيدا عن الجرح في الاشخاص، كيقولوا علماء اللغه بالمثال يتضح المقال، كانت حادثه شهيره ديال قاضي معين قيل انه ضبط متلبسا، اول رد فعل ديال نادي القضاة كان هو التضامن معه، المسانده والنزول بكل ثقل النادي معه. واش هذه طريقه لمحاربه الفساد الداخلي الجسم القضائي؟ يعني احنا في الحقيقه يعني ما هذا النزول بكل ثقل الدفاع عليه ما كانش بهذا المعنى هذا. احنا فقط المجموع يعني هذاك الملف عرف مجموعه تاع اختلالات مرتبطه بالضمانه، وحنا اعلنا عليها احنا من حيث الموضوع، لدرجه انه طرح الامر ابانه على موقفنا منه، وكنا اكد دائما على اننا لا نتحدث عن الملف من حيث الموضوع، يعني من حيث الجوهر، واش هذا القاضي مدان ام غير مدان، واش دار واش ما دارش. احنا فقط نتحدث عن الضمانات اللي كانت مخوله والطريقه باش تمت المسطره والطريقه باش دازت، هذا هو فقط الامر اللي اثار تحفظنا، وما كناش وجهنا يعني بهذه المساله تاع ما كانش منا اي رد فعل ضاغط ومؤثر بقدر ما تعبير شويه. وحنا ممكن يكون هذا التصور، ولكن احنا المقصد ديالنا في هذا الباب هذا لم ينصب بتاتا على ممارسه اي ضغط على اي جهه. خدك الضغط جاب الثمار ديالو لا؟ لا ما من الصعب جدا انه هذه المساله ديالو جاب الثمار ديالو. يعني القاضي الان لا زال الملف معروضا، يعني الملف لا زال معروضا، غير يعني بالنسبه للمجتمع لا يعقل انه ملي كيكون الامر متعلق بقاضي يعني لما تعطاش الصراحه راه مشكل. هنا لا، احنا ممكن اننا نراجعوا الملف وللراي العام والصحافه كسلطه رابعه لها الرقابه ان تتحدث وان تفحص هذا الملف بعد نهايته. وكذلك نحن نسمح بنفسنا باننا نعطيهم مقدمه، ولكن من ينتهي الملف ربما نديكلاريو الموقف ديالنا. كاين ما يتقال في هذا الموضوع بطبيعه الحال. سي انس، انا اللي يحيرني عفوا هو انه القضاء كنا كنعتبروه او ننظر اليه انه جسد صامت، بحالو بحال العسكر، بحالو بحال البوليس، بحالو بحال الجدارميه، ما كيدويوش، كيدوى في المحكمه كيشوفك كيخلعك بحال هكا، كتجيك العقوبه قبل ما ينطق بها. شويه نطوا لينا، خرجوا القضاة ولينا كنسمعهم كيهضروا حتى هما، كيديروا الندوات الصحفيه، كيحملوا الشارات، كيحتجوا وكيقولوا القضاء فاسد. اشنو السر ديال التحول؟ وما تقولش لي غاد الدستور الجديد، زعما بزاف على الدستور الجديد. لا يعني الدستور الجديد خلق الاطار، هاد كان نوع من كان نوع فعلا كان هذه مساله واضحه، وحنا داخل الجسم القضائي كنا نعاني من هذا الصمت، حنا اكثر الناس كنا نعاني من هذا الصمت هذا، وبالعكس حنا اللي كنا حنا المفروض انه حنا اللي ما دافعت عناش الصحافه في الوقت اللي كان خصها تدافع عليه، حنا اللي ما دافعش عنا المجتمع في الوقت اللي خصو يدافع عنا، حنا اللي كنا محرومين من حق التعبير
في الوقت اللي تحت ما كانش محرومين ولا حرمتوا نفوسكم وكنتوا كتخافوا؟ كنا قضاة مصر، كان بلد ديكتاتوري والقضاة كيديروا ما بغاو. يعني المركز القانوني الذي كان يحتله القضاء في مصر غير المركز الذي يحتله القضاء في المغرب. هذا كاين فرق كبير. يعني المؤسسه القضائيه على الرغم من وجود يعني على المستوى السياسي ما كيسمحش، ولكن المؤسسه القضائيه كانت قويه في مصر نظرا يعني لصيروره تاريخيه جعلتها انها تحت المرتبه قويه في مواجهه السلطات التنفيذيه بسبب القضاة المصريين. بالنسبه للقضاة المصريين بسببهم لا، احنا ما يمكنش تحكم على صيروره تاريخيه لانه مرتبطه بمجموعه تاع معطيات، ماشي القضاة هما اللي كيتحملوا فيها المسؤوليه. ولكن في واقع الامر حنا كنقولوها، يعني حنا بالنسبه لنا في هذاك الوقت اللي كنا كنعانيوا بهذاك الشكل هذا كانت حالات معينه، يعني كانت حالات معينه اللي ما كانش فيها ادنى دفاع او لا تضامن من قبل المجتمع ككل. يعني هذا الواقع هذا ما يمكنش تسال عليه القضاة، يستحيل انك تسال عليه القضاة بوحدهم، انه في اخر المطاف اللي مهم ان احنا ان القاضي، يعني احنا ملي كنهضروا من المنطلق ديال ان القاضي المفروض فيه انه يكون يعني واحد عنده واحد الحس حقوقي. هذه مساله مفروغ منها لان الضامن الاساسي للحقوق هو القضاء. هذه المساله هذه ما كانش نهائيا متاحه الفرصه بانه يعبر على هذه المواقف ديالو بالباتي والمطلق، وكان صمت ديال القضاة وكان عتاب للقضاة، ولكن في نفس الوقت ما كانش دفاع على القضاة في هذه الباب لولا الدستور الجديد. والان قلت انتهى زمن الصمت غندوي وتحنا ولينا كنعرفوا القاضي كيتخلص 9000 درهم، واش فقط الهاجس المادي اللي حرككم؟ لا، هذا يعني احنا انا كندعوك لتتبع يعني المسار ديال نادي قضاة المغرب والمواقف اللي سجل. يعني نادي قضاة المغرب يعني وضع الاصبع على 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 مكامن الخلل في المؤسسه القضائيه واعلنها للجميع، وهذه المساله هذه هي مرفوضه داخل الجسم القضائي ونعاني احنا داخل الجسم القضائي، لان كاينين جهات اللي ما غاديش يقبلوا هذا الامر. هذا حنا كنوضعوا الاسبوع على مجموعه امور، وضعنا على الاختلالات اللي كاينه على مستوى الضمانات المعطات للقضاة، وضعنا الاختلالات على المستوى ديال التكوين ديال القضاة، وضعنا المشكل ديال الهاجس المادي، وضعنا المشكل على التدخلات ولا استقلال السلطه القضائيه، وضعنا مشكل على التدبير تاع المسائل التقنيه. يعني كاين مجموعه امور تقنيه ولكن تحظى يعني القضاة او الناس الممارسين هما اللي كيعرفوا درجه اهميتها، وضعنا الاسبوع عليها قبل ما نهضروا على المساله الماديه. وحتى المساله الماديه في حد ذاتها في نظرك اي نوع من القضاة ممكن انه يحتج لاجل الوضعيه الماديه. هذه المساله الماديه مساله مفروغ منها، لان علاش حتى المواثيق الدوليه يعني كتعتمد هذا البعد هذا، وباي مرجعيه رجعت لها كتلقى الهاجس المادي موضوع عند القاضي والضمانات الماديه موضوعه من بين اولى الاولويات. انه المهام القضائيه يعني خطير جدا ان تترك شخصا ايا كان هذا الشخص هذا، تركوا انه تي عنده مهام كبيره بزاف وفي نفس الوقت غير محصن ماديا، يعني تيبقى باش في هذه النقطه. 9000 درهم كاجر شهري، انت مقول اليك انك تبت في مجموعه من القضايا وتصدر احكام، ممكن تقتل واحد وممكن تدخل واحد للحبس وممكن تبرأ واحد، واش ملي كتقول كجالس ديك المكان ديك المنصه ديالكم الرهيبه، واش كتفكر 9000 درهم ممكن تاثر عليك وانت كتصدر الحكم ديالك؟ شي نهار معصب في 23 في الشهر ما بقاوش لك الفلوس، بغيتي تخرج شي حاجه كتقولوها عاوتاني وكتدخل معصب، تقدر تجيب شي واحد بصراحه. يعني واش بالنسبه لي انا شخصيا ولا بالنسبه للحاله ديالك وممكن تسريع يعني على نقصد لك انا المساله اللي واضحه، يعني اننا احنا كنهضروا على مقاربه موضوعيه. كاين حالات يعني نقصدوا هنا التصنيف البشري الانسان كبشر، كاين ثلاثه الاصناف. كاين صنف اللي ممكن انه يعني كما يقولون تموت الحره ولا تقتات على تجيها، هذا صنف وهذا استثناء. كاين استثناء اخر واخا تعطيه اللي بغيتي تعطيه كيشبعش، هو غير نزيه غادي يمشي الاتجاه الفاسد. ولكن اغلبيه الناس هذا تصنيف انساني بشري، مني غتوضعوا في واحد المكان يعني الفلوس موجوده بهذا المعنى هذا، وفي نفس الوقت انت ما محصنوش نهائيا، اشنو كتنتظر من اغلب الناس؟ اذا المقاربه تاع الدوله ما كتعتمدش على الوازع الاخلاقي. الدوله ملي كتبغي تحل مشكل معين ما كتعتمدش على الوازع الاخلاقي لدى الافراد، كتعتمد على الضمانات المعطاه الموضوعيه. شنو فرصي؟ ملي كيكون عندنا مشكل تاع السرقه مثلا في الدار البيضاء اليوم، ما غاديش نقولوا لا المشكل تاع دوك الشفاره اللي كيشفروا راه ما متخلقينش. هذا واقع، هذا مشكل مجتمعي تاع الاخلاق وديال المرجعيه، ولكن شنو هما المسائل اللي غادي دير على ارض الواقع؟ شنو الاجراءات اللي غادي دير فعليا
من حيث الزجر والقبليه من حيث ملي كتولي ملي كتولي المساله ظاهره لا المقاربه القانونيه كتولي هي اخر مقاربه المفروض المقاربه مجتمعيه شنو المشكل فين كاين علاش هذه القضاه نقولوا اليوم القضاء فاسد علاش هذا السؤال اللي خصك تطرح واش دابا واش هذه القضاه جاوا من شي مجتمع اخر عندهم اولادنا ايوا اذا اولاد المغرب اذا هذو اولاد المغرب علاش الا كنا بالنسبه للاطروحه اللي كيقول اغلبيه القضاه فاسدين بمعنى علاش يعني اننا كنقولوا القضاه اغلبيتهم فاسدين تنقولوا بالضروره ان الظروف تؤدي الى فساد القضاه